عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بعدنا في وحدة الإحصاء، لكن نفوت في القطاعات الدائرية. شو يعني يا مس؟ أنا بدي أمثل بيانات، مثلتها أول إشي بجدول الفئات، مثلتها بالمدرج التكراري، مثلتها بالمنحنى التكراري، وبعدين بالمضلع التكراري. اليوم بدي أمثل هذه البيانات بالقطاع الدائرية. طب إيش معنى كلمة قطاع دائري يا مس؟ قطاع دائري يعني أنا عندي دائرة وقطعة من الدائرة. يعني إيش معنى قطعة من الدائرة يا مس؟ يعني لو إجيت على هاي الكتاب هون عندي، هاي اسمه هاي الأحمر هذا اللي هون اسمه قطاع دائري. شو اسمه يا مس؟ اسمه قطاع دائري. ماذا يسمى قطاع دائري؟ هذا اللون الأصفر قطاع دائري، اللون الأزرق هون قطاع دائري، واللون الأخضر كله قطاع دائري. طيب معناته أنا يا مس بدي أطلع زوايا. بدي أطلع زوايا. طيب أنا بدي أطلع زوايا قبل ما أبدأ أحط بالرسم. طبعا في المنقلة أعرف الزاوية بعد ما أطلعها بالحساب، بدي أعملها بالمنقلة على القطاع الدائري اللي موجود عندي. طيب أنا يا مس كيف بدي أطلع القطاع الدائري؟ أول شيء أي نقطة عندنا هون، شايف الزوايا حول نقطة أخذناها يا سادس، ماذا تساوي؟ الزوايا حول نقطة تساوي 360 درجة. هاي إحنا نحكي إيش يا مس؟ الزوايا حول نقطة أخذناها، حول نقطة تساوي 360 درجة، صح ولا لا؟ طيب في عندي قانون بدي أمشي عليه، وأنا عندي عشان أطلع إيش هو. لما بحكي لي السؤال إني أنا بدي أمثل الجدول، بيعطيني هو جدول، طبعا هو بيعطيني جدول وبقول لي مثلي لي هذا الجدول بإيش، اللي هو القطاع الدائري أو بالقطاعات الدائرية. مثل هذه البيانات بالقطاعات الدائرية. شو يعني قطاعات دائرية؟ يعني بدي أرسم دائرة وأعمل قطاعات. طيب القطاعات هاي مس كيف بدي أرسمها؟ عكيفي؟ لا مش عكيفك، بتكون أنت بتطلع من زوايا، بتطلع زوايا. طيب كيف بدي أطلع الزوايا؟ لما يقول لك أرسم قطاعات دائرية بدك تطلع الزوايا. هون بتقول لي كيف في قانون العدد الفرعي. شو يعني في عدد الفرعي؟ العدد اللي أعطاك إياه، يعني مثلا أعطاك الأدبي العلمي، هذا اسمه الفرعي. يعني هون ممكن أكتب العلمي، هون أكتب الأدبي، أكتب التجاري، أكتب أي شيء المهني، أكتب أي شيء هون. وهون العدد الكلي، بس لأنه بدي أطلع زاوية بدي أضرب في 360. شو بدي أعمل؟ بدي أضرب في 360 درجة. معناته أعيد مرة ثانية، القانون اللي عندي العدد الفرعي على العدد الكلي في 360. طيب تعالي يا مس، طيب نحكي مع بعض، احنا مش هنفهم الا لما نحل سؤال على هذا الايش الحكي. لما نحل سؤال على حكي، لو اعطاني الجدول، هو بيعطيني الجدول بالشكل هذا وبحكي لي يا مس اني طلعي لي اعملي مثلي لي قطاعات دائرية. بطلنا مدرج تكراري، ما بدي مدرج تكراري اليوم، أنا بدي إياه قطاع دائري. شو بدي يا مس؟ بدي قطاع دائري، أنا بدي قطاع دائري، ما بدي مدرج. أنا هون عندي هذا الجدول، هو وضعتني إياه مش من عندي. هون أبدي الفرع، وهون عدد الطلبة، هون الفرع علمي، وهون أدبي، مهني، هون طبعا هو أي الأعداد ما مش مني، من هو اللي بيعطيني إياها. هون بدي أعمل له هو بيعطينيها، بيعطيني الجدول وبحكي لي السؤال، مثل هذه البيانات بالقطاعات الدائرية، بالقطاعات
الدائرية. طيب يمس، أنا هون القانون هيو بدي أستخدمه عشان أمثل بالقطاعات الدائرية. هذا القانون اللي حطيت عليه دائرة، فبقول له أنا أول شيء بعمل له كمان خانة جديدة بسميها المجموع، بدي أجمع له الأعداد اللي عندي، بسميها الخانة هاي بسميها المجموع. شو بسميها مس؟ المجموع. المجموع هون بحكي له هون المجموع. طبعا هون هجمعهم مع بعض، هون 1000 عندي 1600 و400 أصبحت 2000، أصبحت المجموع عندي 2000. نعم 2000. طيب أول شيء يا مس بدي أول إشي أبدأ أعمل له القطاع الدائري اللي هو مين؟ نبدأ نعمل له 1 القطاع الدائري اللي هو القطاع العلمي، القطاع الدائري اللي هو العلمي. نيجي نحكي القطاع، أو بقول له عدد الطلبة في الفرع العلمي. الفرع ليش؟ العلمي على العدد الكلي، العدد الكلي. طبعا هذا كليات بنصير نكتبه في كل واحدة. طبعا عندي طبعا آسفة، هون ما ضربناش، نضربها بمين؟ نسينا نحكي نضربها ب 360 درجة، لأنه أنا بدي أطلع زوايا، يعني أنا بدي أطلع زوايا. أول شيء أبدأ الفرع العلمي، وين الفرع العلمي يا مس؟ وين عدد الطلبة؟ 1000. وين المجموع الكلي؟ أنا 2000، نضربها في مين؟ 360. طيب يا مس أنا شو عندي؟ أنا عندي 0 0 0، 3 أصفار، حتروح مع 3 أصفار، هاي أريح أحسن إشي. بعدين عندي هون أضرب البص في البص والمقام في المقام عشان تعرفي كيف تضربي على 2، بتساوي عنا 180 درجة. الفرع العلمي 180 درجة. طيب يا مس هل هذا يحتاج إني أنا أقيسه؟ لا، بقول له على طول 180 درجة هي عبارة عن زاوية مستقيمة. ممكن أحط الفرع العلمي هون، ممكن أحطه هون. هون أريح لك، ليش تحطيه هون أريح لك؟ ليش؟ لأني أنا هون بدي أقيس البقية أحسن لي، بدل ما ألف الدفتر. شايفين هون؟ بس بقول له هون القطاع عطول، بكتب له هون القطاع العلمي، القطاع العلمي، وهون 180. طيب خلصت أنا هون القطاع العلمي، خليني أخذ 2، خليك معي 2. بدي القطاع اللي بعده اللي هو القطاع الأدبي، اللي هو الأدبي. طبعا ما فيش داعي للقانون، القانون بتقول له عدد الطلبة الفرع العلمي، بتقول له عدد الطلبة في الفرع الأدبي اللي هو 600 على قديش المجموع الكلي؟ 2000 ضرب 360. نيجي نحكي مس هون، هذا 0 حيروح مع هون، وهاي مع هون، صارت 20، احنا 6 على 20. نيجي نحكي انه يلا هون نحكي عندي 6 على اللي هي لو بدي اقسم هون على 2، هون هاي ولا تروح مع هاي، خلينا مع بعض. هاي حتروح مع الصفر، هاي حيصير عندي 6 على 2 3، صح؟ 6 على 2 3، هون 6 على 2 3، على طول طلعتها، ما فيش داعي اضرب واقسم. 6 على 2 راح الصفرين مع الصفرين، والصفر الثالث راح مع الصفر اللي عندي 360، واضرب فيه 36، بصير عندي 3 في 6 18، 3 في 3 9 1 10. عندي هون الزاوية في القطاع الأدبي، زاوية القطاع الأدبي هون. أنا نسيت أحكي لك هون أكتب له القطاع الأدبي،
القطاع الأدبي. القطاع الأدبي هون 108، بمسك المنقلة بالشكل هذا زي ما أنا متعودة، وأحط المنقلة على المنتصف اللي هون شايفينه هاي بالشكل هذا، وأقيس من هون الداخل اللي هي عندي قديش، بس عندي اللي هي 108، 108 أنا بدي أقيس هون 108، قست من هون صح ومن هون صح لأن أنا بالوسط 108 بالشكل هذا، وأعمل هون 108 يعني قبل العشرة بتنتين بالشكل هذا، بالشكل هذا أنا هون حأبدأ أعمل 108، هاي 108، هاي 108 اللي هي 108 اللي هي الإيش القطاع، القطاع الإيش قطاع الإيش الأدبي، آسفة أو الفرع الأدبي أو القطاع الأدبي عادي مش مشكلة، الفرع الأدبي القطاع الأدبي صح. طيب أجي هون وأطلع آخر واحد معايا اللي هو آخر واحد اللي هو القطاع الإيش المهني، المهني يلا المهني قديش عندي؟ المهني عندي 400 على 2000 ضرب، لأنه 2000 كله مجموعه في 360 نفس الحكي، بدي أتبع نفس الحكي اللي عملته، بدي أشيل صفرين من هون صفرين من هون وصفر من هون صفر من هون، وأربعة على 2 اللي هي 2 ضرب 36 تعطيني 6 12، 72 درجة، 72 درجة. طيب مش طيب ما كيف بدي أقيسها؟ اتأكدي اتأكدي من المنقلة إنه هاي اللي ضايل الفاضل هذا اللي هون هل هو 72 درجة؟ فبقول فعلا هايو 72 درجة، فأنا بقول له ممتاز هيك أنا عندي صح، عندي 72 درجة اللي هي القطاع أو الفرع الإيش المهني. هيك أنا رسمت قطاع دائري. الأهم شيء زي ما حكيت لك القانون عدد الفرعي اللي أنا بدي إياه في علمي أو أدبي أو أي شيء يعطيني إياه على العدد الكلي، لازم أعمل له بعد ما يعطيني هذا الجدول أعمل له منزلة تانية أو خانة تانية بسميها المجموع، بجمع العدد كامل عشان دائما بحط الفرع اللي بدي إياه على المجموع وأضربه في 360 عشان أطلع الزاوية اللي هي تبعت القطاع الدائري. طبعا أنا بدي إياكي تحل معايا صفحة 108، انتبه علي شو حكالي، بقول لي هاي اللوحة الموجودة عندي على الشكل 16 تمثل دخل إحدى الأسواق التجارية خلال 4 أيام، اليوم الأول الثاني الثالث الرابع عنده 4 أيام، يبلغ طبعا حكالي إنه يبلغ اللي هو إجمالي هاي الأيام اللي باع فيها هذا السوق التجاري 5000، يعني مجموع اللي باعه 5000، أعطاني المجموع، أعطاني هون المجموع جمع لي وحكالي اليوم الأول 28%، اليوم الثاني 1000، واليوم الثالث ما مش معروف لازم أطلعه أنا بعدين بنعرف كيف نطلعه، واليوم الرابع أعطاني إياه 1100 دينار. اليوم أنا هاي الحل بدي أشوف السؤال شو بده، والسؤال اللي بحدد إيش بدي أعمل له، بدي أعمل له قياس زاوية بضرب 360، بدي أعمل له دخل بضرب في 5000 أو بقسم على 5، بدي أعمل له نسبة مئوية بضرب في 100%، حسب السؤال اللي هو اللي بحدد لي بدي أعمل بدي أطلع الإجابة. أول سؤال بحكي لي إياه مس ما قياس زاوية قطاع الدخل اللي هو 1، بده إياه 1، قياس بده قياس بده قياس زاوية، معناته بدي أتبع بدي أتبع القانون اللي أخذته أول الدرس، قياس زاوية مين القطاع دخل زاوية القطاع لمين للدخل الإيش لدخل اليوم الأول الثاني، اليوم الثاني بده دخل اليوم الثاني. نيجي نحكي تعالوا معايا نشوف الرسمة. أول شيء مدام قال لي حط قياس زاوية، مدام قال لي زاوية يقول لي طلع القانون اللي هو
دخل اليوم الثاني اللي هو إيراد اليوم الثاني أو دخل اليوم الثاني، دخل اليوم الثاني أو إيراد اليوم الثاني عادي اللي بتكتبيه صح، على المجموع الكلي، على المجموع كامل اللي هو حكى لي اياه. طبعا اذا كان عندي زاويه قطع بأضرب في 360. ليش همز ضربت 360؟ عشان هو قال لي زاويه، لما يقول لي زاويه حضره في 360. اجي يا مس هذا الحكي شو بتحكي؟ دخل اليوم الثاني، وين دخل اليوم الثاني؟ اللي هو تعالي نفتح نشوف على الرسم اللي اعطاني اياها، اللي هي اللوحه هاي اللي اعطاني اياها، هذا الشكل اليوم الثاني 1000، بحط له دخل اليوم الثاني بحط له هاي 1000. انا ما عملت ولا شيء. اول شيء قلت له قياس، ليش عملتي هذا الحكي؟ قلت له قياس زاويه القطاع، ان القانون اللي بعرفه اللي اول اخذته اول الدرس اللي هو الدخل اللي بده اياه، اللي دخل القطاع اللي بده اياه ودخل اليوم اللي بده اياه على المجموع الكامل، على المجموع الكامل. طبعا عشان قال لي زاويه بضرب 360، عشان قال زاويه بضرب في 360. طيب وين المجموع؟ المجموع هيو يا مس، هيو 5000، واعطاني مجموع ايراد الايام الاربعه 5000. نعم في طبعا 360. الآن إيش بعمل؟ زي ما حكيت لك إني أنا عندي ثلاث أصفار بتروح مع ثلاث أصفار، بضل عندي البسط في البسط والمقام في المقام. أنا لحد الآن بعيد بزيد 360 على 5 اللي هي بتطلع لي يامس اللي هو 72، اقسميها قسمة طويلة حتطلع لك 72 اللي هو دخل اليوم الثاني. دخل اليوم الثاني 72، زاوية 72. نعم طيب خليني أقرأ السؤال رقم 2، خليني أقرأ السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 شو بقول لي؟ هيو هاي أنا بقرأه من الكتاب، مش هو اللي بعطيني إياه. ما قيمة دخل اليوم الأول؟ بده السؤال رقم 2 قيمة دخل اليوم الأول. نقرأ السؤال كويس ونفهم إيش بده منا. تعالي معي على اليوم الأول، نحط إيدنا بالشكل هذا. اليوم الأول وين اليوم الأول مس؟ هي اليوم الأول. طيب ما عطانيش إشي في اليوم الأول. دخل بده دخل، يعني بده زاوية أضرب 360؟ لا، بده دخل. أول إشي عندي أنا 28 النسبة المئوية في مجموع الدخل 28 على إيش؟ 28 جزء، هذا الجزء اللي أنا حكيت لك إياه اللي هو فوق، والمجموع 100 جزء. شايفين 28 بالمئة يعني 28 على 100. طيب بده الدخل، الدخل وين الدخل؟ الكلي. قال لي زاوية، لو قال لي زاوية حضره في 360، لكن هو ما قال لي زاوية. شو حكى لي مس؟ حكى لي دخل. دير بالك أهم إشي قراءة السؤال، أهم إشي فيهم السؤال. كلمة دخل أضرب له في 5000، الدخل كله كامل. ليش ضربتي 5000؟ قال لي دخل. واليوم الأول كيف عملتي يا مس؟ 28% يعني 28 على 100، ضربته في الدخل اليومي، الدخل الكلي اللي هو إيش عندي؟ اللي هو 5000. فأنا هون الصفر حيروح مع هون صفر، وهون صفر حتروح مع صفر. بصير عندي حضرب اللي هي البسط في البسط، المقام الواحد ما له أهمية. حيطلع لي يا مس لو ضربتيه هنا وشفتيه لياهن هون معاكي، ليطلع لي 1400 دينار. 1400 دينار قديش دخل اليوم الأول؟ 1400 دينار اليوم الأول. هيو يا مس أكتب له إياه عليه 1400 دينار اليوم الأول. اليوم الثاني معروف هيو 1000، اليوم الرابع 1100. طيب بحكي لي السؤال الثالث، خلينا ناخذ السؤال الثالث. السؤال الثالث بقول لي ما قيمة دخل اليوم الثالث؟ مس ما فيش إشي باليوم الثالث، شو أعمل؟ شوفي أعطاني اليوم الأول، اليوم الأول قديش طلعته؟ أنا طلعته اليوم الأول 1400، هذا اليوم الأول. طيب اليوم الثاني طلعته قديش يا مس؟ اليوم الثاني هو طالع عندي 1000، هو موجود عندي 1000. واليوم الثالث يا مس موجود عندي قديش؟ مش موجود اليوم الثالث، مش موجود عندي اليوم الرابع، ما عندي اليوم الثالث، عندي اليوم الرابع اللي هو 1100. أجمع هذه الأيام كلها بجمعها بتعطيني مجموعهن 3500 دينار، بتعطيني 3500 دينار. طيب أنا قديش مجموع الدخل كامل؟ قديش مجموع الدخل كامل؟ بتقولي لي يا مس مجموع الدخل كامل 5000، بدي أطرح منها 3500 والباقي هاي
3500 والباقي هو اليوم الثالث، الباقي هو اليوم الثالث، الباقي هو إيش؟ اليوم الثالث، معناته أنا عندي طلع 1500، هذا بقول له اليوم، اليوم الثالث. إيش بقول له يا مس؟ اليوم الثالث. بس لسه بعده السؤال ثلاثة ما كمل، بقول لي وما نسبتها المئوية؟ طيب نسبة المئوية إيش عملنا إحنا؟ أول إشي مس عندي، عندي اللي هو المجموع، دائما أنا دائما المجموع اليوم، اليوم الثاني قديش عندي مس؟ اللي هو 1500 على المجموع الكلي 5000، وقال لي، قال لي نسبة مئوية، نسبة مئوية يعني حضرب له إيش نسبة مئوية؟ حضرب له في 100%. طب من ليش قلتي لي يا مس 100%؟ هو قال لي نسبة مئوية، اللي بقول لي يا بعمل، بده دخل بضرب له بالدخل، بده زاوية بضرب له بالزاوية، بده نسبة مئوية بضرب له 100%، بضرب له 100%، يعني أنا ما عملت شيء عن هاي واحد اثنين، هاي واحد اثنان، وهون الصفر حيروح مع هون، طبعا هاي على خمسة وهاي على خمسة، بتطلع لي مس هون عندي أنا لحد أشرح لي على أساس إني تنتبه، على خمسة فيها الواحد ضرب عشرة، طبعا هاي راحت بصير 10%، اللي هي 30%، اللي هي هذا نسبة المئوية لليوم مين؟ لليوم الإيش؟ الثالث. آخر شيء أربعة، يا مس بحكي لي أربعة، خليك معايا على أربعة، بحكي لي أربعة، خليك معاي. الأربعة طالب مني، طالب مني إني النسبة المئوية لدخل اليوم الرابع، بدو إيش؟ بدو النسبة، بدو النسبة المئوية لدخل اليوم، اليوم الإيش؟ الرابع. طيب تعالي معايا، وين اليوم الرابع؟ تعالي معايا، اليوم الرابع هيو موجود عندي، هيو هيو اليوم الرابع هيو مس 1100 موجود عندي بالإيش؟ اللي هو 1100، خليني أشوف اليوم الرابع اللي هو 1100. طيب 1100 اليوم الرابع، الكلي قديش المجموع الكلي زي ما حكينا 5000، طيب بده نسبة مئوية يعني أضرب له إيش؟ نعم زي ما عملت، بده نسبة مئوية أضرب له 100%، بده نسبة مئوية أضرب له 100%، عندي هاي الصفر حيروحوا مع بعض، وطبعا الصفر هون حيروح مع هون، طب حضرب 100 اللي هي 11 في 10، 110 على 5 طبعا بالمئة تساوي 110 على 5، طلعت عندي 22%، أقسميها 110 على 5 حتطلع لك 22، والمئة اللي هي نسبة مئوية. فأعيد مرة تانية مس، أهم إشي في هاي لو سمحتي، في يا سادس انتبه، انتبه في هذا، أنه هو بيعطيك الرسمة، بيعطيك الشكل، وبقول لك طلع لي مثلا الأول الثاني، في عندي ممكن يكون في مطالعة، في ساعات دراسة، في حل واجبات، أي شيء بعطيك إياه، بس تقرأ السؤال، السؤال هو اللي بحدد لك إيش بدك تعمل. إذا بده قياس زاوية اللي هو دخ اللي هو اللي هو الفرعي اللي أنا اللي بده إياه على المجموع الكلي في الزاوية، إذا بده دخل أو بده ساعات، الساعات الساعات هي طبعا غير الدخل، إذا الدخل زي ما قلنا الدخل موجود عندي 5000، بقول له عندي مثلا عندي نسبة مئوية، بقول له اللي هو العدد اللي عندي على 100، لأنه 28 بقوله بالمئة، يعني 28 على 100 في الدخل، الدخل بضربه في دخله، الدخل الكامل 5000. طيب ليش ما ضربت 360 يا مس؟ هو طلب مني زاوية، هو ما طلب مني زاوية، هو طلب مني دخل، هون طلب مني زاوية ضربت له 360، ضرب مني دخل ضربت له إياه في نفس الدخل كامل. لو قال لي ما عنديش أي شيء وقال لي طلعي لي قديش هذا مثلا اليوم الأول أو اليوم الثالث زي ما كان عندي هون مش موجود إشي عنده، فبقول له أنا عندي اليوم الأول طلعته 1400 طلعته هون عيني اليوم الأول، اليوم الثاني موجود، اليوم الثالث موجود، بجمعهم وبطرحهم من الإجمالي اللي هو المبلغ الإجمالي 5000، طلعت عندي 350 3500. لا طيب قال لي أعطيني نسبة مئوية، أنا طلعت له إنه آسفة طلع اليوم الثالث 1500 طبعا هيها هون 1500. طيب أنا بدي النسبة المئوية، النسبة المئوية مس بحط له اللي هو الفرعي اللي هو اللي بده إياه اليوم الثالث اللي بده إياه على العدد الكلي
أو المجموع الكلي بده نسبة مئوية بضرب له 100%، أي شيء بده نسبة مئوية بضرب له 100%. زي 4 هون النسبة المئوية داخل اليوم الرابع، اليوم الرابع عندي دخله مكتوب عندي على الشكل اللي هو 1100 على المجموع الكلي، بده نسبة مئوية. ما قال لي بدي زاوية، لو قال لي بدي زاوية حضرب له 360. ولو نعم هو طلب لي نسبة مئوية يعني أضرب له 100%، وأهم شيء أشيل الأصفار وأضرب البصل، البصل المقام في المقام، وأعمل على قسمة اللي هي 110 على 5 22 22%. مرة قال لي طلع الزاوية، مرة قال لي طلع الدخل، ومرة قال لي النسبة المئوية، حسب ما طلب مني أنا بدي أطلع له. اليوم السؤال، انتبهوا علي، السؤال الثاني حنأخذه مع بعض نفهمه كويس. السؤال الثاني قال سجلت نجاح أنشطتها اليومية كما في الجدول الآتي. عندنا نشاط عدد ساعات المطالعة والنوم والمدرسة والواجبات ومشاهدة التلفاز وأشياء أخرى عندها، هاي كلها، وعطت كل واحدة عدد ساعاتها قديش أخذت استغرقت فيها. الآن بقول لي السؤال الرسم البياني الدائري، هذا الرسم البياني اللي أمامي، أيوه رسم لي إياه، هو ما طلب مني رسمه، رسم لي إياه زي ما حكيت لك، أيوه رسم البياني الدائري اللي هو في الشكل 6-11، يبين أنشطة نجاح خلال اليوم 24 ساعة. طبعا اليوم طبعا مجموع، أنا لو بدي أقول مجموع الساعات، لو بدي أحط هون بقول هون المجموع، طبعا حتقولي لي هون المجموع، مجموع هتقولي لي المجموع، تقولي لي مجموع الساعات 24 ساعة، وهي حكيت لي انه هاي 24 ساعة اليوم، لان اليوم يساوي 24 ساعة. فانا بقول لي اهم اشي اجاوب على الاسئلة الموجودة عندي واقرأها كويس واقول ايش بده مني، كيف يمكنك تعيين او ان تعين قطاع النوم، يعني اي واحد من هدول قطاع النوم، شو بعرفني اي واحدة بقطاع النوم الا اذا طلعت الزاوية، صح؟ أنا لما أقول لك طلع قطاع، قطاع يعني أنا بدي زاوية القطاع، صح ولا لا؟ فأنا لازم أطلع له اللي هو قطاع النوم الزاوية، معناته أنا كيف بدي أعمل له السؤال الثاني هون اللي هو حيكون صفحة مع بعض اللي هو صفحة 108. أنا عندي الجدول الموجود عندي وقال لي ألف بدي قطاع، قطاع النوم بدي قطاع النوم. طيب أنا ما أخذت من الأول إنه لما أطلع الزاوية بشوف إيش الفرعي على الكلي، صح؟ في 360 هذا إذا بدي أطلع الزاوية. طيب وين قطاع النوم؟ كم ساعة؟ نعم 8 ساعات قطاع النوم، 8 ساعات بدي أقسمها على قد كم كل الساعات الكلي 24 ساعة، اليوم في 24 ساعة، بقول لي بده قطاع يعني بده الزاوية، أحدد له الزاوية، واضح الحكي؟ فأنا كلمة قطاع يعني بده زاوية، معناته أنا عندي اللي هو النوم 8 اللي هو الفرع اللي عندي على الكلي، على المجموع الكلي، في ليش بقول له بده قطاع يعني في 360 درجة. حقسم هون، أنا زي ما حكيت لك بدك تنتبهي، أول إشي بدك تسهلي هون على 8 وهنا على 8، حيطلع لي هون 1/3، صح؟ ضرب 360 على 1، بصير نضرب البسط في البسط والمقام في المقام على 3، بيطلع لي 103 في 1 20، 120 درجة، هذا قطاع النوم. طيب أنا هون أنا حددت له قطاع النوم 120 درجة. طيب مين هي ال 120 درجة؟ مين تفتكري؟ شايف اللون الأخضر؟ هاي هي قطاع النوم، شايفينه؟ قطاع النوم. ليش؟ لأنه واضح إنه 120 درجة يعني زاوية إيش؟ اللي هو زاوية إيش؟ منفرجة، زاوية منفرجة هي أكبر زاوية عندي وهي زاوية منفرجة، هي قطاع النوم، طلع الأخضر هو قطاع النوم. طيب خليني أشوف السؤال اللي بده إياه الثاني وعين له إياه. با عين على الرسم كل من القطاعات الواردة في المسألة، يعني كل هاي بدك تطلع القطاعات تبعتها، يعني هذا الأزرق لمين وهذا الأحمر لمين وهذا الأخضر لأي قطاع، معناته أنا بدي أطلع كل القطاعات، يعني بدي أطلع قطاع
بدي أبدأ قطاع قطاع. ليش؟ لأني بدي أطلع الزاوية عشان أعرف هاي الزاوية، يعني بالنظر طبعا شكله، يعني بالنظر أنا بعرف زي ما عملت قطاع النوم بعرف إنه القطاعات التانية بالنظر. عندي أول إشي قطاع المطالعة، نبدأ من أول شيء قطاع المطالعة. المطالعة قديش عندي مس هون؟ المطالعة قال لي يا مس إنه المطالعة عندي اللي هي اثنان، المطالعة عندي اثنان، وعندي 24 ساعة أضربها في 360. نعم أنا عندي أقسم على اثنان وبقسم هاي على اثنان، يطلع لي عندي 1/12 في 360، في 360 اللي بتطلع لي عندي هون 30. انت اضربي واقسمي هتطلع معاكي قطاعة مطالعة 30. نعم نيجي على القطاع الاخر، وهو انا قال لي طلعي كل القطاعات. القطاع الاخر النوم طلعته انا النوم، ما في داعي ارجع طلعه. عندي قطاع المدرسة، نيجي على قطاع المدرسة. قطاع المدرسة شو بيساوي قطاع المدرسة؟ عندي قطاع المدرسة كم قدامي؟ 6/24 في 360. نيجي على يمس على قطاع المدرسة، وقلت لك دائما اختصر عشان يطلع عندك الإجابة صحيحة. على 6 وعلى 6 بتطلع لي هون 1/4 في 360. طبعا 360 على 4 بتطلع 90 درجة. قطاع المدرسة، تعالوا نحدد مع بعض قطاع المدرسة، بعدين بعد ما نخلص كله بنحدد القطاعات الموجودة عندي. أجي هون قطاع، شوفي اطلع علي، قطاع الواجبات. قطاع الواجبات، الواجبات قديش قطاع الواجبات؟ اثنان، صح ولا لا؟ زي مين؟ يساوي قطاع مين؟ قطاع المطالعة. قطاع المطالعة، قطاع الواجبات يساوي قطاع المطالعة يساوي 30 درجة. ما في داعي أرجع أطلعه مرة تانية. شايفي اثنان هيها، قطاع الواجبات اثنان وقطاع المطالعة اثنان، فمعناته ما في داعي أرجع أطلعه مرة ثانية. واضح؟ آخر شيء بدي أخده اللي هو قطاع التلفاز. قطاع الإيش اللي هو مشاهدة التلفاز، قطاع مشاهدة الإيش التلفاز. طبعا اللي هو عندي قديش مشاهد التلفاز قدامي؟ أيوة قدامي هو 3/24 في 360. أنا هون عندي زي ما حكيت بدي أعمل اختصار على 3 وهون على 3، بصير عندي هون 1 على اللي هو 3 اللي هي 8 في 360. بتطلع لي مس لو ضربتي 360 قسمتي 360 على 8 بتطلع لي اللي هو 45 درجة. 45 درجة. تعالي معايا آخر واحدة هي اللي هي النشاطات الأخرى. النشاطات الأخرى، النشاطات الأخرى قديش بتساوي النشاطات الأخرى؟ تساوي، انتبه علي إيش بتساوي؟ 3. زي مين؟ زي مين؟ زي مشاهدة التلفاز، يعني مشاهدة التلفاز والأخرى متساويات. يعني قديش طلع مشاهدة التلفاز؟ 45. طيب والأخرى؟ الأخرى تساوي قطاع مشاهدة التلفاز. يعني إيش يا مس؟ إيش يا مس؟ يعني تساوي 45 درجة. تعالوا معايا نحدد هذا الحكي، تعالوا معايا نحدد هذا الحكي ونحكي وبعدين نكمل باقية الجيم ودال. تعالوا نحدد الأول، نحدد مع بعض، نحدد أول شيء طلع معي، خليك معي. أنا بدي أحدد عندي اللي هو قطاع الإيش. عندي أول إشي قطاع النوم طلعته أنا، قطاع المطالعة قديش طلع معي؟ 30. مع مين قده بالضبط اللي هو الواجبات؟ 30 والواجبات، بدور على 30 واجبات، تطلع هاي اللون البنفسجي واللون الأصفر زي بعض، قد بعض ولا مش قد بعض؟ طبعا قد بعض. لون اللي هو أصغر شيء، أصغر زاوية اللي هي 30 وهي 30 اللي هي 30. مين هي؟ قطاع مين؟ قطاع المطالعة وقطاع الواجبات. قطاع هون قطاع
هو انقطاع المطالعة، وهون الواجبات، وهون الواجبات. طيب أجي على 90، وين 90؟ وين واضحة؟ طلعي على الزاوية هاي، هاي زاوية 90 اللي هي زاوية قائمة، اللي هي منهم من هي اللي طلعت 90 قطاع المدرسة. هذا قطاع المدرسة، قطاع المدرسة، قطاع المدرسة مس طلع عندي اللي هو 90. آخر شيء القطاع مشاهدة التلفاز وقطاع والأنشطات الأخرى طلعت عندي اللي هي 45 قد بعض، اللي هي التلفاز، ممكن أقول مشاهدة التلفاز والأشياء الأخرى أو النشاطات الأخرى. فأنا هيك حددت، شوفي بالعين عرفت من غير ما أقيس ومن غير ما شوفي 30 هي أقل شيء، وبعدين 45، بعدين عندي الزاوية القائمة وعندي الزاوية المنفرجة اللي هي أول شيء قطاع النوم. طيب خليني أكمل شو بده جيم شو بحكي لي مس؟ بحكي لي ما قياس زاوية قطاع المطالعة. المطالعة قديش المطالعة مس؟ المطالعة قديش؟ هاي هالمطالعة، المطالعة 30 قطاع المطالعة، قطاع المطالعة قديش طلع معايا؟ بيسألني مرة تانية أقوله 30 درجة. طيب وقال لي أعطيني قطاع النوم، قطاع النوم قديش طلع معايا مس؟ هيو معاي قطاع النوم طلع معاي اللي هي 120 درجة. نعم. طيب دال بقول لي أي القطاعات متساوية، نقول اللي هو قطاع الإيش المطالعة يساوي قطاع مين؟ قطاع الواجبات تساوي 30 درجة، صح؟ نعم. طيب مين كمان متساوية مس؟ عندي كمان النشاطات الأخرى مع تساوي قطاع مشاهدة التلفاز قديش بتساوي؟ تساوي اللي هي 45 درجة، 45 درجة. فأنا عرفت، قلت له هاي القطاعات المتساوية، هو بسألني بعد ما خلصت وكتبت له كل إشي قال لي من هن المتساويات. فأنا من غير ما يقول لي ما طلعتش في اثنين ما طلعتهم لأنه كلهم نفسهم، فعشان هيك عرفتهم أنهم متساويين. فهيك مس أنا عندي بدي أخذ واجب عشان أكون حال كل إشي اللي هو صفحة 110. بدي تعملوا لي السؤال الأول والسؤال الثاني، السؤال الأول والسؤال الثاني. هاي خلصنا الواجب هيك، فأنا هيك حليت أسئلة كلها على أنه أعطاني هو القطاع وأنا طلعت له الزوايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.